برنامجنا هذا سميرس كيتشن، وقدم لكم أحلى وألذ الوصفات، أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم رح أسوي لكم عروق القرنابيط، عروق نباتية بدون لحم. There will be a short recap in English for our recipe today, which is going to be cauliflower arug, which is cauliflower fried patties. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. To purchase my cookbooks, Treasured Middle Eastern Cookbook, مختارات من فنون الطبخ, A Baking Journey, you can email me to order directly from me, schola11@yahoo.com, or you can order from amazon.com. رح نبدي أول شيء نحمص البصل. خلينا شوية زيت زيتون نحضر هذا أول شيء لأنه نتركه حتى يبرد كل الزين قبل ما نخلطه ويا المواد الأخرى. حمى الزيت، راح نضيف البصل، راح نحمس البصل إلى أن يلين عدد دقائق. هسه راح نضيف الكاري للبصل. طبعا دائما من نضيف الكاري ونقليه بأي وصفة راح يكون طعمه كلش طيب، وراح يتركز الطعم مالته، وحتى لونه راح يصير كلش حلو. هسه راح نطفي النار وراح نترك البصل حتى يبرد تماما قبل ما نخلطه ويا المواد الاخرى. تركنا البصل حتى يبرد كل الزين، صار بارد. هسه راح نكمل الخطوات اللخة. هنا أنا عندي المعدنوس مفروم، عندي البصل الأخضر مفرومية، هنا أنا عندي فلفل أخضر حار، إذا يعجبكم تستعملوه، إذا ما يعجبكم تستعملون حار تقدرون تستعملون فلفل أخضر عادي. وعندي كل المواد اللي أحتاجها. هسه هنا أنا عندي القرنابيط قطعنا على شكل قطع مثل هذه، وراح نفرمه. ما نحتاج ماكينة حتى نسوي، ونفرم كلش طريقة صحيحة. أنا أصور الماكينة راح تهرسه أكثر وراح يطلع بيه سوائل أكثر، وما أصور الطريقة تكون كلش ناجحة. سو دائما أحاول أستعمل الشيء اليدوي اللي نسويه دائما، بهذا تطلع كلش سهلة وبسرعة نقدر نفرمها كلها. شوفون شلون بسرعة وشلون بسهولة فرمنا القرنابيط كله. وطبعا هسه هنا بالأسواق دا ينباع القرنابيط اللي يكون مفروم بهالطريقة، بس طبعا كلش غالية وما متوفر كل الأسواق، وطبعا بهواية مكانات ما يكون متوفر. سو ما يراد لشي القرنابيط كلش رخيص تفرموه، يطلع من راس واحد حتى ما كان كلش كبير هذا راس القرنابيط. شوف ايش قد طلعت عندنا الكمية. سو هسه ايش راح اسوي؟ راح اضيف المعدنوس المفروم، البصل الاخضر المفروم، راح اضيف الفلفل الهالابينو. مثل ما قلت اذا ما تردون يكون كلش حار تقدرون تستعملون فلفل اخضر بارد، مو الا يكون الحار. راح نضيف البصل ورا ما حمسناه وتركناه حتى يبرد كل الزين، وخلينا الكاري ويا البصل حتى يكون طعمه كلش طيب. عندنا هنا بيضتين راح نخفقهم. وعندي هنا بيكنج باودر، ملح، كوب واحد من الطحين، ربع كوب من النشا. راح نخلط هاي المواد اول شيء قبل ما نضيف المي والبيض. طبعا تعتمد كمية الكاري ايش قد تردون تخلون. اذا الكاري مالتكم كلش حارية تأكدوا بانه الكمية تكون اقل، اذا ما يكون اذا بارد شوية تخلون كمية اكثر. سو حسب انتو شلون ما يعجبكم. لا تنسون دا نخلي الفلفل الحار همينة، سو نتأكد بانه انتو شلون كمية الحرارة اللي تردون تكون موجودة.
هسه راح نضيف البيض المخفوق لانه عندي شويه كاري هنا صار، راح اضيف المي. نحتاج الى كوب الى كوب ونصف من المي، طبعا تعتمد على مرات من نفرم القنابيط او نفرم كل هذه الخضروات راح تنطي مي اكثر، سو نتاكد بانه ما نضيف المي كله، راح نضيف شويه شويه واذا نحتاج نضيف بعد. بس انا راح اتاكد بانه هذا الطعم مال البصل والكاري راح يكون كله نستفاد من عنده. راح نضيف كمية مي بعد ونخلط هاي المواد كلها. نضيف كمية ماء شوية لاخ. شوفون هذه كلها خضرة ياها تقريبا، وكل هذه الكمية بها كوب واحد من الطحين بس، سو ما نحتاج مي هواية. اتصور نقدر نضيف المي المتبقي. سو ضفنا كوب ونص. خلطنا المواد كلها كل الزين، راح نغطيها وراح نتركها بالثلاجة لمدة نصف إلى ساعة كاملة قبل ما نبدي بقليها. تركنا الخليط كله مع القرنبيط بالثلاجة تقريبا لمدة 40 دقيقة، لازم يرتاح شوية. وهنا أنا عندي الزيت كلش حامي، وهنا أنا راح استعمل مثل الآيس كريم سكوب شوية حتى كلها تطلع بنفس الحجم وبسهولة حتى نقدر نقليها. صراحة نضيف الكمية بس نفتحها شوية. نخليها على بيبر تاول او ورق حتى نتخلص من اي زيت زايد. طبعا هذه لانه كلها خضروات اياها وكمية الطحين كلش قليلة واحنا نريدها تكون هيجي حتى صحية اكثر. شوفون صفيناها وبيناتها خلينا البيبر تاول او تقدرون تخلون ورق حتى تمتص كل الزيت اللي هو زايد حتى تكون اكثر صحية. وهسه حاضرة حتى نقدمها. شوفون شلون طرية ومطبوخة من جوا وكلش طيبة ومميزة. اشكركم شكر جزيل متابعتكم برنامجنا اليوم سميرة سكيتشن. برنامجنا اليوم سوينا عروق نباتية، عروق القرنبيط طبعا بدون لحم، عروق كلش طيبة اياها لفترة الصوم او حتى للناس اللي هم نباتيين او حتى لاي وقت من الاوقات كلش طيبة. نحاول ان نستعمل الخضروات هواية في وصفاتنا، سو هذه الوصفة كلش بيها خضروات هواية وكلش طيبة وسهلة التحضير. إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع وصفات ألذ وأطيب. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد في وصفاتي في الأسابيع القادمة. Subscribe to my YouTube channel, like my videos,
follow me on Instagram and Facebook. Rika, for today's episode, we made cauliflower roux. We grated the cauliflower, and then we we added some sautéed onion with some curry. Then we chopped some green onions, chopped some parsley, added to the grated cauliflower, and then we added the cold sautéed onion with the curry. We beat a couple eggs, added to that mixture. Then we added some baking powder and flour, cornstarch, and then salt. And then we added the water slowly, depending on how the vegetables, they will take as much as they want. We mixed the whole mixture together. We left it in the fridge for about 35 to 40 minutes, actually. And then it was ready for us to deep fry. We took scoops of the mixture into a very hot oil, flattened it a little bit. We fried it on one side until nice and brown, and then we flipped it and fried it on the other side. We arranged all these patties on a tray lined with paper towel to get rid of all excess oil, and then they were ready to be served.